أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية الصادرة لنهار اليوم. نبدأ بيومية الأخبار وعنونت على صدر صفحتها الأولى بالخط العريض: جطو يفضح الحكومة أمام الملك وينشر غسيل المؤسسات العمومية والجماعات والأحزاب السياسية. وكتبت اليومية: نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2018 والذي يقدم بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية، تضمن تسجيل العديد من الخروقات المالية والإدارية شابت تسيير مؤسسات وإدارات عمومية وكذلك الجماعات الترابية. اليومية أضافت أن هذا التقرير تم رفعه إلى الملك محمد السادس من طرف الرئيس الأول للمجلس، ثم توجيه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. نبقى مع ذات اليومية وكتبت في موضوع آخر: الممرضون يشلون المستشفيات ويهددون بالتصعيد، حيث نظموا وقفات احتجاجية بعدد من المراكز الاستشفائية الكبرى احتجاجا ضد ما يعتبرونه تلكؤ الوزارة في الاستجابة لملفهم المطلبي، مؤكدين حسب اليومية الدخول في موجة من الاحتجاجات والإضرابات بالقطاع مع خوض أشكال نضالية انطلاقا من شهر شتنبر الجاري. مدارس غير جاهزة وأخرى موصدة، عنوان من يومية الأحداث المغربية. اليومية كتبت: كشف الدخول المدرسي الجديد عن اختلالات عرفتها بعض صفقات بناء المؤسسات التعليمية بإقليم تيزنيت، وانفضح أمرها خلال دورة المجلس الإقليمي المنعقدة يوم الاثنين الأخير، والتي تطرقت ضمن جدول أعمالها إلى نقطة تخص الدخول المدرسي. وواجه المدير الإقليمي للتربية الوطنية من طرف أعضاء المجلس الإقليمي سيلا من الانتقادات لتدبير دورته لهذه المحطة لمهمة من الدخول المدرسي، نقطة تأتي مواكبة لما عرفه الدخول المدرسي الحالي من تعثرات. ننتقل إلى الشأن الدولي مع صحيفة الشرق الأوسط وعنونت: واشنطن تتمسك بالضغوط القصوى على طهران، إذ أكد وزير الخزانة الأمريكي تمسك الولايات المتحدة بممارسة استراتيجية الضغوط القصوى على إيران، ودافع بشدة عن فعالية العقوبات الأمريكية ضد طهران. وقال الوزير في مقابلة مع شبكة CNBC التلفزيونية: لقد قطعنا عليهم الموارد المالية، ولهذا السبب يريدون المجيء إلى طاولة المفاوضات، مشددا أيضا على أن الرئيس الأمريكي منفتح على لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني دون شروط مسبقة. تونس: الغنوشي طالب المرزوقي بدعم مورو في الانتخابات الرئاسية، هكذا عنونت صحيفة القدس العربية. ونقرأ في تفاصيل الخبر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كشف عن مشاورات مع الرئيس السابق والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية منصف المرزوقي لإقناعه بالانسحاب لصالح مرشح الحركة عبد الفتاح مورو. وقال الغنوشي: نرجو من أنصار الثورة الانسحاب مقابل دعم عبد الفتاح مورو لأن لديه حظوظا أكبر منهم. وقد اتصلنا بالمرشحين منصف المرزوقي وحمادي الجبلي وصيف الدين مخلوف بهدف إقناعهم بهذا الأمر، لكن حتى الآن لم نلمس تجاوبا منهم، ونأمل أن يتغلب صوت العقل ومصلحة البلاد والثورة على العواطف والمشاعر والاندفاعات، تضيف ذات الصحيفة. نختم مشاهدينا من صحيفة العرب اللندنية وعنونت: قطر تفتح الأعين على سجلها في تمويل الإرهاب. وكتبت: وصفت أوساط خليجية إعلان قطر قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنه مجرد مناورة هدفها الرئيسي استرداء الدول الغربية التي توصلت تحقيقاتها الأمنية والقضائية إلى دور قطري قوي في تمويل جماعات وشبكات إسلامية متشددة بعضها ينشط في أوروبا والولايات المتحدة.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن عرض القانون يسعى إلى دفع دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة إلى صرف نظرها عن أنشطة قطر وشبكات التمويل والدعم متعدد الأوجه الذي بنته في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا، لكنها بهذه الخطوة قد فتحت الأعين على سجلها في تمويل الإرهاب، خاصة أن فضائح هذا الدعم لا تكاد تتوقف وتصدر في أكثر من عاصمة، تضيف ذات الصحيفة. نهاية جولة اليوم من قراءة في الصحف، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.